All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أخطر قاتلة متسلسلة في لعبة Red Dead Redemption 2 كاملة. طبعا هذه القاتلة ارتكبت أشياء فظيعة جدا، فتعالوا سويا نستكشف هذا اللغز ونحله سويا، فيلا نخش في المقطع. طيب زي ما تعرفون القاتلين المتسلسلين في لعبة Red Dead Redemption 2 كثيرين، أهمهم خوينا راعي القبو هذاك اللي كان يقتل الناس ويقسمهم إلى النصف، لكن هذه هي قاتلة متسلسلة فريدة من نوعها وأفعالها غريبة وغير مبررة إطلاقا. طبعا عشان تقدر تحصل هذه القاتلة لازم تروح لمدينة الفالنتاين بعد منتصف الليل، وفي أثناء تجوالك في المدينة هذا اللي راح يصير لك. Mind. This fella, he's in a bad way. You gotta help me. I'll pay you. Okay, calm down. Where is he? He's inside. Upstairs. Come with me. I'll show you. طبعا زي ما شفتوا طلعت لنا هذه الامرأة وطلبت مساعدة في امر ما، وعلى حسب كلامها قالت انه الموعد اللي صار بينها وبين شخص معين ما مر بشكل جيد وحصلت مشاكل بينهم. طبعا على طول راح يجي في بالك انه امر بسيط ويعني مشكلة عادية، لكن تعالوا شوفوا المفاجأة معايا. I gotta clean this room. Can you get rid of him, please? I'll give you all the money I got. Bastard started beating on me, choking me. I must really be losing my mind this time. You know, there's a pig pen not too far. Just dump the body in there and they'll eat him up in no time. طبعا زي ما شفتوا حصلنا جثة شخص معين، والامرأة قالت انه هذا الشخص هجم عليها وبدأ يضربها ويآذيها، فاضطرت انها ترد الفعل وتسوي حاجة واضطرت انها تطعنه زي ما تشوفون. بعدها راح تطلب منك انك تساعدها، طبعا انت مخير في الموضوع يا تقبل او ترفض. طبعا انا راح اوريكم الخيارين وجميع الاحتمالات وجميع اللقطات السرية. طيب بالنسبة لخيار انك تساعدها، هي راح تقترح عليك انك تتخلص من الجثة بوضعها عند الخنازير، والخنازير راح تتخلص من هذه الجثة بطريقتها المعتادة. وفعلا آرثر مورغان راح ياخذ الجثة وراح يوديها عند الخنازير. يعني شوفوا التفكير الإجرامي اللي معاها، هي بنفسها جابت فكرة انه الخنازير تتخلص من الجثة، وفعلا لما تحط الجثة عند الخنازير، الخنازير وانتم بكرامة راح تبدأ تتخلص من الجثة زي ما تشوفون. طبعا بعد ما تنتهي من هذا الأمر راح ترجع للغرفة مرة أخرى. I'm back, ain't I? Thank you. Please, take it. Take all of it. All be behind us. طبعا زي ما تشوفون الظاهر انه هذه الامرأة القاتلة قاعدة تنظف مسرح الجريمة وتخفي الادلة بشكل دقيق جدا، وايضا اعطتنا المبلغ المالي اللي وعدتنا به وتقريبا راح يكون 14 دولار. والشيء الغريب جدا انه لما تاخذ هذه الفلوس راح ينقص الشرف معاك، او بمعنى اخر لو ساعدتها وتخلصت من الجثة الشرف راح ينزل معاك، كأنه روكستار تقول لك تراك سويت الخيار الخاطئ والسيء. طبعا هذا هو خيار المساعدة. طيب بما انه لما ساعدنا هذيك الامرأة نزل الشرف، فاكيد خيار انك ترفض انك تساعدها راح يكون الخيار الجيد والصحيح، وانه اصلا الرجل المقتول هو الضحية وليست الامرأة زي ما قالت لنا، فتعالوا سويا نشوف خيار انك ترفض المساعدة. Yes, he did. So will you help me?
I ain't getting caught up in this, lady. What do you mean? It's too late to back out now. If you want out, then you'll be gone. No! No, you bastard! I swear what I'll do to you! Yeah, I guess I... Come on! Please, untie me! We can just forget the whole thing! Just let me leave! Hello? We'll forget all this whole thing! I can't take this! You untie me now or I'll let start me see screaming. That ugly Who mug. They'll believe, huh? Hey! Help! Help! I'm being kidnapped! Help! This man's trying to steal me away! Oh, God! So, who you got there? No, no, no! This one's for you. Just you put fine an eye bastard, for some feather let me go. Over at the saloon. Painted cat got sharp claws, this Ashy. This man's alive! Put her in the cell. You don't believe a I'll word take he care says. Of her from here. Not as nice as the saloon bed, but it ain't covered in blood. That's something. You bastard! Well, you're thank you very much, partner. You're worse. Killer prostitute is a problem Valentine can do without. You got it wrong, you bastard. That man was gonna kill me. Self-defense, is that right? Self-defense all those other times, too? You got a lot of blood on you, woman. Screw you! دايم زي ما شفتوا بمجرد ما رفضنا على طول هذه الامرأة القاتلة هاجمتنا وبدت تطعننا بالسكين فاضطرينا اننا نربطها ونوديها لمكتب الشيرف زي ما شفتوا. طبعا الامر الغريب انه الشيرف يعرفها ويعرف جرائمها الكثيرة جدا وعلى حسب كلامه هي قتلت عدد كبير جدا من الاشخاص ومو اول مرة تقتل ومو اول مرة الشيرف يحصل جثة بالقرب من الفندق يعني أمرها متسلسل وهي أصلا قاتلة متسلسلة يعني لو ما قاومناها فعلا كنا رح نكون ضحيتها القادمة وآرثر مورغان وفاء يعني وأيضا تسليم هذه الإمرأة القاتلة للعدالة هو الخيار الصحيح ولو فعلا سويته رح يزيد معاك الشرف عكس خيار إنك تساعدها طبعا القاتلة المتسلسلة رح تستمر لفترة طويلة جدا في السجن وبعد مرور فترة من الزمن لما تمر من مدينة الفالنتاين راح يحدث أمر غريب جدا تعالوا سويا نشوف We will not sit idly by as people take the law into their own hands Burn in hell you bitch Posing as a lady of ill repute to lure innocent men You miserable sow Stabbing them to death at their most vulnerable, then disposing of their bodies. She shows no remorse. Neither shall we. Woohoo! Let's go! The time has come for your judgment. No need to wait. Release the floor. Let it be known that Valentine is a community of law and order. It's just not right. I tell you, this place is cursed. And today, law and order won out. Leave her body here to rot. طبعا زي ما شفتوا رح يجي يوم إعدام هذه القاتلة المتسلسلة شنقا وفعلا زي ما شفنا سويا تم شنقها بنجاح بسبب جرائمها الكثيرة جدا واللي فيها تم قتل العديد من الأشخاص طعنا طيب روكستار وضعت العديد من الاحتمالات الأخرى وأيضا وضعت العديد من اللقطات السرية والرهيبة جدا فتعالوا سويا نشوف هذه اللقطات وبعض اللقطات طيب أول لقطة سرية جدا في هذا اللغز راح تكون إنك تقتل القاتلة المتسلسلة بعدها تروح للشيرف وتعلمه بالموضوع I ain't getting caught up in this, lady. What do you mean? It's too late to back out now! Who's talking now, huh? Well, hey there. What can I do for you this evening?
Thought you should know, one of the working girls just put a knife in a feller upstairs at the saloon. Not again. These women are insane. All right, leave it with me. Christ, the woman too? This is a damn massacre. طيب الأمر الغريب جدا إنه أخذ جثة الرجل فقط وساب جثة القاتلة المتسلسلة. لقطة سرية رهيبة جدا. طيب بالنسبة للقطة السرية اللهبية الثانية راح تكون إنك تساعد القاتلة المتسلسلة بالتخلص من الجثة، لكن ما ترجع لها الغرفة عشان تأخذ فلوسك، لا، انت راح تروح وتعلم الشيرف عن الموضوع وعن الجريمة، والشيرف فعلا راح يتوجه لغرفة القاتلة المتسلسلة وهي ما زالت موجودة وما زالت حية وقاعدة يعني تخفي أدلة الجريمة. فتعالوا سويا نشوف هذه اللقطة. We got you this time, you bitch. You're coming with me. God damn annoying ladies. No, no, you have to understand. This man was going to kill me. He's a monster. Yeah, I'm sure all of them were real monsters. Anyone ever tell you that you ain't well? No, no, no. طبعا زي ما شفتوا الشيرف داهمها وربطها وراح يوديها للسجن ويعني يسجنها وليتم لاحقا شنقها زي ما شفنا. طيب في لقطة سرية جدا انك تخرب الاعدام وتفركش الوضع، ولما يحدث هذا الشيء هذه القاتلة المتسلسلة راح تطلق لك بعض العبارات وتقول لك يعني يمديك تصحح الامر، انت سويت شيء غلط والان تقدر تصححه، اطلق الحبل. وفعلا لما تطلق الحبل هذه القاتلة المتسلسلة راح تهرب وتفك سبرينت وبعدها ما راح تشوفها أبدا. صراحة لغز جدا جدا رهيب، استمتعت وأنا أبحث فيه وأحله. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن أفضل لقطة عجبتكم من لغز القاتلة المتسلسلة. بالنسبة لي أنا صراحة لما داهمها الشيرف ومسكها صراحة كانت اللقطة رهيبة. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب تعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.